كابتن عادل، الف مبروك، ويبقى دائما النادي الاهلي هو صانع الفرحه للكره المصريه. اول حاجه انا ببارك للجمهور العظيم اللي كان في الملعب، طبعا حاجه غير عاديه لاخر ثانيه. الحاجه الثانيه انا مش هاخد بقى من كلام الكابتن علاء والكابتن اسامه لان شهادتهم مجروحه في حته اللي بعد التسعين، لا انا هاخد من فوز البنزرتي بتاع تونس. لما فوز البنزرتي قال كلمه مهمه قوي، قال لك لا تامل للنادي الاهلي حتى يخسر المباراه ويركب الطياره ويرجع مصر، قال التصريح ده، ودي حاجه جميله قوي. ده دي روحنا وانا سعيد جدا جدا جدا. بص فرحه جماهير النادي الاهلي يا كابتن عادل، كانت بص جمهور عظيم طبعا، جمهور رقم واحد في النادي الاهلي، هو يعني اهم عنصر في اللعبه عندنا بالامان يعني. صحيح، حاجه جميله، جمهور وافي ودائما ودائما بيحب يتطلع للمكسب للمكسب للمكسب. هو عودنا على كده على فكره يعني. في جمهور احيانا كتير قوي بيجي له حاله اللي هو ايه، تبلد وياس، واللي هو ايه اللي هو طول الوقت يعني ما يعني يطلع مبرر يقول لك ايه يعني احنا مش بتوع ولا دوري ولا بتوع كاس، هي في حاجات كده. لكن انت جمهورك طول عمرك كده، هي عاوز تكسب يقول لك الماتش التاني، تكسب له بطوله يقول لك البطوله اللي بعديها، تكسب حاجه يقول لك بكره. شفت اللابتوب اللي كانت محطوطه؟ كانت بيقول لك كاس العالم خلاص تجاوزنا، احنا خدنا دي، خدنا دي اهي كاس العالم يا اهلي، خلاص تجاوزنا دي. شوف يا كابتن الروح بتاعه النادي الاهلي من اول المنتمي لي من اصغر واحد الى اكبر واحد، بجد يعني حاجه تفرح. انت عندك فخر، اقول لك حاجه، خلينا نبقى منصفين، مش الاهلي يعني مش الاهلي كان النهارده اللي هو السوبر ستار في اللعب، ها، لكن عندك يقين برضو الروح والجدعنه والقلب، وطاهر محمد طاهر لما ينزل وعبد القادر لما ينزل يأدوا الاداء، يموتوا نفسهم بغض النظر، واللعيبه نفسها بذلت مجهود مضاعف جدا الشوط الثاني للعوده للمباراه، والناس اللي راحت كاس، انا كنت متخوف جدا بالامانه لانه انا جاي من اخفاق وبطوله عربيه جامد. ومجهود جامد واماكن بتلعب غير اماكن، صح، واحباط وحصل كذا موقف، وبعدين السليه قبل ما نبدا المباراه دي كبيره جدا. السليه طبعا، بص طبعا، بص يا كابتن لازم نعترف ان السليه كان افضل لاعب في منتخب مصر في البطوله العربيه، ده على الاطلاق من يعني. افضل لاعب البطوله، لا افضل لاعب في على الاقل في المنتخب المصري، صحيح، واخد مرتين افضل لاعب في المباراه، كان ممكن لولا خطا او بيحصل عادي قوي، لكن النهارده لما عنصر مهم زي السليه وتفقده قبل المباراه بالشكل وانت بتسخن، انت عارف فيها مشكله. ولكن في الاخر مبروك، ومبروك للنادي الاهلي كل الجمهور، مجلس ادارته، لاعبته، كله كله كله، واحنا سعداء بيهم ان شاء الله.